Bismillahirrahmanirrahim. هذه أول إطلالة مرئية لي. أما ضيفي الفاضل الذي سأعرفكم عليه بعد هذه المقدمة فله باع طويل باللقاءات المتلفزة والصحفية بكل أنواعها. إذن الموضوع العريض لهذه اللقاءات هو الرشاقة، وأقصد تحديدا مكافحة السمنة، والتي هي إن لم تكن سبباً لكل الأمراض التي يسببها الجهاز الهضمي قد تكون سبباً لمعظمها. وحتى نمنع هذه الأمراض الناشئة عن هذا الجهاز أو الإقلال منها، فإن موضوعنا هو التداوي أو العلاج بالصوم. سبقه التداوي بالغذاء طبعاً، وذلك في القرن السادس قبل الميلاد، إلا أن الضجة الكبيرة حول هذا النظام العلاجي الخالي من الأدوية حدثت في بدايات القرن العشرين، وكانت أكثر ضجيجا وتأثيرا في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين أيضا، وظهرت مدارس التطبيب بالصوم في فرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا وبريطانيا. ضيفي هو الطبيب والمختص الأول بالصوم الطبي في الشرق الأوسط، والذي أشرف على أكثر من 300,000 حالة صوم في عيادته بدمشق، الطبيب والعالم الشيخ محمود البرشا، والذي درس الطب في جامعة دمشق وبدأ اختصاصه بأمراض القلب في الولايات المتحدة الأمريكية. وكما أن الدكتور محمود البرشا يحمل دكتوراه في الشريعة الإسلامية، وأعتقد أن ضيفي سوف يمزج حديثه العلمي الطبي بشيء من الفقه بردوده العلمية حول هذا الموضوع لإثراء النقاش حوله. وقد نلاحظ تكرار الكثير من الشروحات حول هذا الموضوع أيضا لتغطيته بشكل جيد. أما أنا فلماذا أقوم بفتح هذا الموضوع؟ أولا، هدفي هو خدمة المجتمع بالتعريف بسبب بعض الأمراض الناجمة عن السمنة. ثانيا، القيام بتجربة هذا النوع من أجل الرشاقة، أي إنقاص الوزن طبعا. ثالثا، ضرب مثال ونموذج أنه لا عمر لنشاط الإنسان، وخاصة أنني تجاوزت سن 60، وأريد أن أضرب هذا المثل للشباب والشواب من الجنسين. رابعا، أسمي هذا تحدي فوق 60، وكل ما ورد هو من أجل مجتمع صحي. معي الآن من دمشق الدكتور والشيخ والطبيب محمود البرشا حفظه الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام يا أستاذ مؤمن، جعل الله أيامك أعيادا وزادك الله إيمانا، أنت وجميع الأخوة المستمعين والمستمعات. بارك الله بكم دكتور. بدنا تعرف لنا الصوم الطبي، تاريخ الصوم الطبي. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول بعد فضل الله وكرمه وجوده وعطائه، بعد مقدمتك الطيبة المباركة، أقول يرجع تاريخ الصوم الطبي. نحن نسميه الصوم الطبي تلميذا له عن الصوم الشرعي. الصوم الشرعي صوم، أما كلمة فاستنج لا ترجمة لها إلا الصوم، ونحن أضفنا كلمة الصوم الطبي تمييزا للصوم الطبي عن الصوم الشرعي، صوم رمضان وإلى ذلك. يعود تاريخ الصوم على الماء كما تفضل إلى حسب الكتابات إلى القرن السادس قبل الميلاد، فقد ورد في مرجع الطب التبت الكبير تشوتشي في القرن السادس قبل الميلاد فيه فصل خصص بشكل كامل بعنوان
العلاج بالطعام والعلاج بالصوم. هذا في القرن السادس قبل الميلاد. في مصر القديمة شهادة هيرودوت عام 1450 قبل الميلاد تبين أن المصريين كانوا يصومون كل شهر 3 أيام على الماء. في اليونان صام الفيلسوف الحكيم المعروف عند كثير من الناس إيبقراط صام في القرن السادس قبل الميلاد 40 يوما عن الماء لشحذ قدراته العقلية قبل دخول الامتحان الكبير في جامعة الإسكندرية. أما سقراط عام 470 قبل الميلاد فكان يصف للمرضى الصوم ويقول كل إنسان في داخله طبيب. نعم نقول أثره العلمي التطبيق. ثم صار الروماني جالينوس في القرن الثاني الميلادي وأوصى بالصوم للعلاج الكثير من الحالات المرضية النفسية من فقد الاكتئاب وما إلى ذلك. ثم انتقل مشعل الطب بعد ذلك إلى الدولة الإسلامية كما كانوا أهل القرآن والإسلام. برز منهم بشكل أساسي الشيخ الطبيب العالم ابن سينا عام 780 للهجرة، وقال بأن الصوم هو الأرخص لكل الناس، وكان يصفه في الأمراض الجلدية والأمراض التحسسية والزهري. سبحان الله، الله يرضى عنه. لم تكن حضارته إلا مليئة بالعلم والثقافة. بعد ذلك برز أطباء آخرون في الفترة الأخيرة. في أمريكا في فرنسا برز الطبيب سوفينير في الاتحاد السوفيتي السابق. ظهر يوري نيكولايف وله كتاب معروف. في ألمانيا بوشنجر الألماني. في أمريكا ألان كوت. في شيلتون الإنجليزي. وفي دمشق وفي سوريا برز الداعي محمود الدمشق. ما شاء الله. والفضل كله في دخول الصوم الطبي إلى سوريا بعد فضل الله يعود إلى سماحة الشيخ أحمد كفتر الله رحمه الله المفتي العام للجمهورية. وكان رجلا بحاثا ولا تعجز الكلمات عن وصفه رحمه الله. من يعرفه عن قرب يعرفه مدى عقله وإيمانه وتقواه ورعه وفهمه للحياة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهم كلمة جملة قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا أمر واسع ليس المجال في شرحه وتفصيله. فقرأ وطلع هنا وهناك فاقتنع بالصوم وصام بنفسه. وكان يعاني كما أنا أعرف كان يعاني من وهن وتعب بسبب أعباء الدعوة وصراعات هنا وهناك بدون تفصيل. فشعر بعد الصوم لمدة معينة ولا أذكرها تماما بالنشاط الذهني والفكري والعضلي والجسمي. فاقتنع تماما وأوصى بعض أقربائه من أسرته وصاموا وتحسنوا. ثم بعد ذلك بدأ بتقديم الصوم وشرحه وتفصيله والأمر أو يعني التشجيع به لكثير من إخوانه ومريديه. فانتشر الصوم الطبي في دمشق في سوريا كاملها. كنت أنا أحد الأطباء الذين أتوا وقرأت هنا وهناك واطلعت هنا وهناك وتابعت المسيرة العلمية للصوم الطبي. إخواني رحمه الله تبع الموضوع بشكل حسب مستوى وضعه العلمي والعملي والدعوي. أنا أتيت وهذا من توفيق الله ولا فخر وضبطت الموضوع موضوع الصوم الطبي علميا وطبيا إذن إضافة إلى إذن دكتور أنت تركت الطب الحديث وزاوجته مع الطب التقليدي. نسمي هذا العلاج هذا النوع من العلاج بالنوع التقليدي أو الطب التقليدي. أنا في عيادتي حتى الآن حتى هذه اللحظة أمارس الطب المدرسي نسميه وأمارس الطب الصوم الطبي معني الصوم الطبي. نعم. لم أترك هذا ولا أي نعم يعني أن المسلم يجب أن يكون المؤمن
يجب أن يكون المؤمن نبيها ذكيا فهيما. الحياة تحتاج إلى معالجة في المعالجة المدرسية المعروفة الدوائية، وإلى وفي حالات واستمر على بعضها يعني حالات كثيرة تحتاج قناعة علمية بحتة إذن بالموضوع هذا بعد إثبات شيء من العلم فيه. طبعا طبعا. وبعدين بعد إذنك أنت والأخوة المستمعين، يعني مشان فائدة، طبعا ما ممكن أطبق الصوم الطبي لكل الحالات المرضية، لكل المرضى طبعا بيجوا بالعيادة. أكيد هذا حنحكي عنه دكتور، يعني إنه أكيد يعني هذا النوع من العلاج لا ما بيفيد كل الحالات، لكن هاي سوف نذكرها. لكن أنا عم حقق بموضوع إنه كيف أنت اقتنعت بهذا الشيء، يعني هل تابعت عملية التحول داخل جسم الإنسان بصورة علمية دون أي مخاطر على الإنسان نفسه؟ طبعا أنا كطبيب ولله الحمد، وأنا قبل يعني تلميذ الشيخ قبل أن يتم هناك المصاهرة، وشيخنا كلامه في قلوب الإخوان يقع موقع القبول والمحبة والاحترام، إضافة إلى أن صمت أيضا في تلك الفترة ولمست الفائدة العجيبة، وصار عندي علم تطبيقي وعلم علمي في الموضوع. نعم. لذلك يسر الله سبحانه وتعالى أن أتابع الموضوع، وشيخنا رحمه الله في هذه النقطة كان بعد ذلك، بعد أن لاحظ أني أنا اقتنعت في الموضوع، وهي نقطة هامة كثير، كان في إخوان أطباء آخرين لأمر ما في أصدار، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، هناك أطباء أكبر مني وأقدم مني لكن ما اقتنعوا بالصوم الطبي. سبحان الله، شاء الله تعالى أن يجعل لي سهما كبيرا في هذا الموضوع. طبعا هذا الأمر الاختلاف موجود حتى اللحظة، يعني ما في شك لازم يكون في اختلاف، يعني حتى نطلع زبدة التجارب والأبحاث العلمية بهذا الشيء. أكيد طبعا شهادي أنا يعني شاء سبحانه وتعالى أن يوفقني ويلهمني ويرشدني إلى تتبع هذا الموضوع. فشيخنا رحمه الله لما وجد ذلك فصار يوجه كل الأخوان بشكل عام أو معظمهم حتى تكون عبارة دقيقة، إذا أرادوا أن يصوموا صوم طبي وكذا يروحوا يشوفوا الدكتور محمود، فازدادت الشهرة والسمعة. إذا أنت طبقت الصوم بنفسك ولمست الفوائد ووجدت إنه ما في مخاطر بالموضوع واستمريت. طبعاً طبعاً، وضبطت الصوم الطبي، قلت لك بالطب بالدراسة الطبية اللي أنا درستها، مثلاً بين قوسين مريض معه قرحة هضمية ما بصير يصوم صوم طبي ولا يوم، حتى بده يفطر في رمضان. نعم. مريض معه اذيه كبديه، معه اذيه كلويه، ما بصير يصوم نوم. فانا ضبطت الناحيه الصوم الطبي من الناحيه المدرسيه الطبيه الحديثه الاكاديميه. نعم. فصارت النتائج ولله الحمد منضبطه تماما، وهذا هو هنا بحث طويل ما اردت. يعني انت طورت الصوم اللي هو بدا اساسا في العلاج بالماء فقط، انت طورت وادخلت عليه بعض طبعا. الشيء. اثناء يا سلام عليك، ما شاء الله عليك، والله انت عندك من المهاره ما تستخرج الامور من كنوزها. تلميذك يا شيخ. اثناء ممارسه حياك الله. اثناء تطبيقي للصوم الطبي حسب الطريقه المعروفه قديما واللي سال عليها شيخنا رحمه الله، العلاج بالصوم عن الماء فقط. وبعد فترة من الممارسة والتطبيقات على بعض الناس، أصيب شخص أول واحد أصيب بأذية كبدية، صار معي يرقان وتحاليل كذا. ففورا هنا بدأت أنا أن أدخل أمورا علمية أكاديمية على صوم الطبي، وأدخلت العسل والتمر، وأدخلت أيضا ملح الطعام كشوارد والبوتاسيوم والفيتامينات، لأن هذه المواد لا تختزن في الجسم من الناحية العلمية، واحد اثنين. ثاني شيء، الكبد والدماغ مسميه والكلية مسميهم الأجهزة النبيلة، هذه الأجهزة تقوم بأعمال كبيرة، وخاصة الكبد أعمال كيميائية كثيرة أثناء الصوم الطبي، يجب أن نؤمن لهذه الأجهزة بعض المواد السكرية الطبيعية الخارجية لنساعد هذه الأجهزة على القيام بعملها الطبيعي. بفضل الله بعد ذلك لم تحدث
ولا حادثه سيئه في ظل الاربعه. نعم. انا اذكر بالمناسبه صار عندي بعد اول حادثه صبرت شوي، صار عندي حادثه ثانيه، بعد منها اتخذت القرار الرسمي العلمي ان ادخل هذه المواد في ظل الاربعه، يعني بعدها لم تحدث حادثه سيئه ولله الحمد، ولله الحمد. يعني الان من كان الصوم امنا. بفضل الله. وانا اقولها ولله الحمد ولا فخر. بفضل الله بعد تطبيق الصوم على 300 اكثر من 3000 حاله، اكثر من 3000 حاله. طبعا مختلف الحالات حوادث. نعم. مو كل الوزن ولا شقيقه، لحالات عرضيه عديده. بفضل الله وبرحمته وبلطفه وكرمه لم تحدث حادثه سيئه واحده بفضل الله. نعم. بدءا من كما قلت من كل الحالات المرضيه. نعم. إذا بدنا نسأل الدكتور أنه كيف تكونت هذه الكتل الشحمية في جسم الإنسان قبل أن نتخلص منها؟ طبعا هلا نحن الآن إذا أردنا أن نبحث هذه النقطة العلمية بشكل علمي، أقول الراتب الغذائي حاجة الجسم يوميا إلى حد معين من الحريرات، 3000 حريرة مثلا وسطيا. الآن عم يأكل الإنسان كل إنسان أكثر من عدة أضعاف حاجته، قال عليه الصلاة والسلام لتحديد هذا الموضوع علميا، وكلام ما صار عليه كلام معجز. قال عليه الصلاة والسلام كما قلت أنت بالمقدمة، أنا معي دكتوراه في الشريعة، فأنا أقوم خطبة الجمعة وبعدها بين قوسين درس الفقه الإسلامي. فشيء جميل أن أدخل العلم الشرعي الدقيق في مكانه. مهم. قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يا سلام، هذه القاعدة النبوية هي القاعدة الطبية المثالية الذهبية. لكن نحن الآن بشكل عام أنا أقول ولا أتهم أحد، أقول حتى كلامي عام وليس موجه إلى أي إنسان حتى ما حدا يزعل مني. نحن بشكل عام الإنسان يأكل أكثر من حاجته تقريبا بثلاث اضعاف. مثلا انيت المياه زجاجه المياه الغازيه 30 ملي، كثير من الشباب وانا كنت اشرب هذا، هذه فيها تسع ملاعق سكر كبيره. نعم. تسع ملاعق سكر كبيره، فاللي يشربها يوميا شو ما بتثمن وزنه. قطعه الشوكولاته التي لا تزيد عن اصبعه فيها 600 حريره، في حين ان صحن الخضار والسلطه هل أدوا بهالشكل وفي 25 حريرة. كيف لنا أن لا يزيد أوزاننا؟ ولذلك هناك خطأ في التغذية في الكمية وفي النوعية، والكمية خلصنا منها. فشاهدنا الجسم عندما يأكل أكثر من حاجته يدخر هذه الطاقة الزائدة على شكل مواد دسمة، يحولها ضمن حركات الكريبس لمواد دسمة ويختزنوها ويضعوها في مخازن الجسم هنا وهناك، وتتراكم يعني هي في البداية حول الأمعاء الغليظة والدقيقة، ثم تتحول إلى كتل كبيرة ويظهر الكرش مثلي يعني. تمام. يحولها في أي مكان، ويفرة بتقوله بيحطها فيها. نعم. في البطن، في الأمعاء، في هنا وهناك. إذا دكتور معلش أنا مقاطعك، بس أبين أنه هذا الشحم، الكتل الشحميه اللي تكونت، هي اصلا غذاء فائض عن الحاجه، الجسم ما استطاع حرقه. طبعا ما سالك انت. اذا الخطا الخطا هو دكتور بالتغذيه نفسها، الكميات الهائله كما قلت قبل قليل. خطا في خطأين عندنا هلا بالمناسبه مشان تكون الفائده علميه. اول شيء خطا في الكميه، يعني شيء خطأ في النوعية. نعم. يعني السكر الأبيض هو سم قاتل للإنسان، أن استقلابه يحتاج إلى مواد أخرى كثيرة للفيتامينات وكذا. فالسكر الأبيض يتراكم في الجسم، يحوله ضمن حلقات الكريبس الكيميائية، بيحوله إلى مواد دسمة وبيحطه بالمخازن. ويسكن خلية الدم. هل يسكن خلية الدم؟ نعم. يسكن خلية الدم. يقيم ويسكن في خلية الدم أيضا السكر. طبعا بحطه وين ما كان، لكن بشكل أساسي في مراكز الادخار اللي هي البطن والكرش وما إلى ذلك. إذا هناك عندها خطأ في الكمية
وخطأ في النوعية. تناول السكر الأبيض بشكل علمي هذا خطأ كبير، وتذكر الدراسات العلمية بأن الأمة العربية ما أصيبت والقبائل العربية ما أصيبت بالأضرار إلا بعد أن أدخلت الدول الحضارية المتقدمة أدخلت السكر الأبيض إلى القبائل العربية. طبعا نحن دكتور، دكتور ما بدنا نتهم حدا لكن خلينا نقول انه نحن استسلمنا وفتحت شهيتنا على ما قدمه لنا، ما بدنا نتهم دكتور الله يخليك. ما نتهم حدا، بس هكذا تقول ان الحضاره الحديثه بشكل عام، الحضاره الحديثه هي اللي ادخلت السكر الابيض. هي قدمت اشياء كثيره دكتور، هي قدمت اشياء كثيره، التكنولوجيا والعلم وانواع معينه من الاغذيه، ونحن تقبلناها. يعني احنا ما بنلومهم، لكن نلوم انفسنا. تفضل. تمام، هو طبعا الخطا بالاخير، الخطا بالاخير خطانا. مين عم يجبرك يجبرني انا ناخذ مياه غازيه؟ اختيارنا. نعم، قدامك النبي الله ما صار يقدم له طحين، طحين منقول، خبز منقول منقوع النخاله، رفضه وقال له مزجوا معه الخالق وكلوه، اللهم صل عليه. سلام طبعا سلام. خطأنا بالاخير نحن اللي عم ناكل السكر الابيض وناكل حلويات ودون تفصيل يعني، والله يعفو عنا ويتوب علينا. ما في تصحيح منك جميل وعباره جميله، واكيد انه اللوم 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 علينا نحن. نعم، في مثل لوموا انفسكم. انفسكم. تمام، في مثل بحكي بعض اقربائي، وكل شيء ضار طيب. انا والله الحلويات انا سمعتها يا دكتور. كل شيء ضار طيب، كل شيء ضار تحب النفس. انا سمعت الكلام هذا من الدكتور سمير الحلو رئيس جمعية النباتات الطبية الأردنية، يقول الله حلو كل ما هو لذيذ ضار وحامض. هذا طبيب، هو طبيب اصلا، هو طبيب يعني مختص بالنباتات والاعشاب، هو رئيس الجمعيه الطبيه الملكيه الاردنيه. طيب نحن دكتور هلا هون عرفنا تقريبا ب كيف تراكمت هذه الاوزان والكتل والشحوم والمضار في جسم الانسان نتيجه انه ما حرقها، ما استفاد منها. تمام، فبدنا نتوقف عند هذا الجانب حتى يكون باللقاء الثاني تفصيل أكبر بآلية آلية الصوم. الآن بتحب تضيف شيء على سبب تراكم الأشياء اللي حكينا عنها هلأ والأشياء الضارة للجسم؟ طبعا أنت ختمتها بكلمة كل ما هو ضار طيب، كلام 100%. طيب تمام، طيب تمام، حياك الله. وانت اطيب من العسل يا دكتور، بتشكرك. والنعم. بدنا نستمر، بدنا والنعم. نستمر ان شاء الله بلقاء ثاني ان شاء الله، يعني بنكتفي حتى ما نخلي يعني لقاءاتنا المصورة طويلة على المشاهد، يعني حتى تكون خفيفة، يعني نكون خفيف على مرأة ومسمع المشاهدين الكرام. إذا دكتور نحن نكتفي بهذه الحلقة أو هذا اللقاء الأول طبعا في تعريف وأسباب اللي دفعت يعني العلم أنه يتخذ موضوع كيفية التخلص من هي السموم والكتل الشحمية والكرش إلى آخره. شكرا جزيلا الدكتور والعالم والطبيب الشيخ محمود البرشا، شكرا جزيلا لكم. عفوا كثيرا لكم، عفوا كثيرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.